حقيقة برضو قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن الاخبار، عندي جزئية بقى اللي عايز اتكلم فيها دلوقتي قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن الاخبار. اتنين من نجوم فريق النادي الاهلي تحديدا في الفترة الاخيرة، سواء قفشة او ياسر ابراهيم. انا قلت لحضراتكم، يمكن اتكلمت معاكم على موضوع قفشة ده قبل كده، قلت ان هو عدم اختياره في امم افريقيا من وجهة نظري ان شاء الله ان هو هيكون له دور ان شاء الله ان شاء الله في حالة صعود منتخبنا الوطني لكاس العالم. احساسي الداخلي بيقول ان قفشة هيبقى له دور ودور مهم. وجهة نظري، بصمات قفشة الفترة اللي فاتت كانت مع النادي الأهلي واضحة جدا، سواء الحقيقة على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي الاثنين. عشان كده أنا بقول إن اختيار قفشة في التوقيت ده وللمباراتين دول مهم جدا جدا جدا. ربنا رايد يعني إن شاء الله إن هو يكون له دور مع المنتخب الوطني. على الجانب الآخر، ياسر إبراهيم، إذا كنت بتتكلم على أن معظم لاعبي منتخبنا الوطني، ده الكلام اللي أنا بنشوفه، أن معظم لاعبي منتخبنا الوطني ما كانوش حالتهم بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، وده طبيعي بالمناسبة، بيحصل كثير كتير جدا جدا أن ده يحصل. لكن خلينا نتكلم عن ياسر إبراهيم برضه. ياسر إبراهيم واحد من أنا من غير ما أشوفه، من غير ما أعمل، وبكرة إن شاء الله هحاول أجيب لحضراتكم أرقام ياسر، ولكن ياسر إبراهيم من وجهة نظري، من وجهة نظر الجميع الحقيقة، أن هو افضل مدافع في مصر خلال الفتره الاخيره ما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وحتى الان. عامل شغل رائع جدا، يقدر يحل. يعني ايه يقدر يحل؟ يعني في الوقت اللي انت ممكن تبقى مزنوق فيه، ممكن يطلع لك في كره كورنر او كره فاول يجيب لك جول. وبالتالي مجدي قفشه وياسر ابراهيم الحقيقه عاملين مستويات رائعه وجيده جدا، خصوصا ياسر الحقيقه عاملين مستويات جيده جدا. عودتهم للمنتخب بتمثل شيء تقل للمنتخب وتقل ليهم طبعا، لان انت في الاخر بتلعب باسم بلدك. فحاجه جميله جدا جدا عوده ياسر ابراهيم ومحمد مجدي قفشه.